الأمور مختلفة تماما، لا سيما بأن المواجهات تحدث منذ يعني لا تنقطع، تحدث منذ فترة ما بعد الظهر بالأمس، ما فجر اليوم كان هناك أيضا عمليات عسكرية، الآن تطلق صافرات الإنذار. دعني أوجز ما يحدث. في البداية أطلقت صواريخ باتجاه الجليل الأعلى تقريبا عند الساعة 8، بعد أيضا ما يقارب 10 دقائق أطلقت صليات أخرى باتجاه الجليل الأعلى، بالتحديد باتجاه المنطقة الشرقية، نتحدث عن محيط بحيرة طبرية من الحدود وصولا إلى صفد وعميعاد في تلك الأماكن، يعني من ديشون والملكية على الحدود وصولا إلى صفد دوت صافرات الإنذار. أطلقت صليات باتجاه الجليل، هدأت الأمور قليلا، قبل ثواني من الآن أو قبل دقيقة من الآن أطلقت صليتين صاروخيتين مكثفتين، يعني صليتين أعداد الصواريخ كبير الذي أطلق. وبحسب ما تحدث الإعلام الإسرائيلي وبحسب ما راقبنا مسار الصواريخ، الأهداف في الجليل الأعلى إما ميعاد، إما يعني هناك ثكنة أو موقع عسكري إسرائيلي أو قاعدة عسكرية في محيط صفد تتعرض لهذا الكم من الصواريخ. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن انفجارات عنيفة تهز الجليل الأعلى حيث وصل صداها إلى طبرية. طبعا اليوم نتحدث عن انقلاب المشهد من الغرب باتجاه الشرق، يعني بالأمس كنا نتحدث عن نهارية وعكا، اليوم صفد التي تقع تحت النيران. طبعا هذه التطورات تأتي جميعها في سياق التصعيد الإسرائيلي الممنهج، إن كان باتجاه المدنيين وإن كان باتجاه أيضا المدن في جنوب لبنان، والتي هي تقنيا أو منذ بداية هذه الحرب بعيدة عن ميدان المواجهة، مثل كفر رمان بالأمس مثلا. هذا الاعتداء في كفر رمان هو بالنسبة لحزب الله، يراه حزب الله بأنه تخطي لخطوط حمراء، وبالتالي كان هذا بالتأكيد سوف ينعكس على الجبهة وتستمر سلسلة الاعتداءات. يعني نلاحظ منذ الأمس مثلا حزب الله في مقابل الاغتيال في كفر جوز قصف ثكنة بيريا، في أيضا في سياق الرد على كفر جوز نفذ هجوما بأسراب المسيرات على قاعدة فيلون، بعدها وفي إطار الرد على غارة الأحمدية والاستهداف في الأحمدية أطلق باتجاه حدب يارين صواريخ بركان، ثم بعد منتصف الليل يكمل حزب الله في سلسلة الرد على الاعتداء في الأحمدية، يستهدف مقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في عميعاد ويضرب دبابة مركافة، ما يؤدي إلى إحراقها بالفريق الموجود فيها أيضا ردا على الأحمدية. ومن ثم نشاهد هذه العمليات العسكرية باتجاه أيضا صفد التي من الواضح أنها باتت يعني في مرمى النيران الروتيني أيضا، كما بالأمس كنا نتحدث عن نهارية التي باتت تقصف بين الحين والآخر مع كل تمادي إسرائيلي، اليوم بالمقلب الآخر على هذا الجزء من شمال فلسطين المحتلة وصولا إلى صفد بالقرب من بحيرة طبرية، أيضا تدخل أهداف روتينية، نلاحظ بتكرار قصفة مع زيادة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.